إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله، بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد كل يوم جمعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة، علشان نتقابل مع بعض ونتكلم عن أسرار الألم. بنتكلم دايما عن علاج آلام الغضروف بدون جراحة، آلام خشونة الركبة، آلام خشونة مفاصل الكتف والحوض والفخذ. بنتكلم عن التليف العضلي، التهاب أعصاب مرضى السكر، الصداع النصفي، كل الآلام المزمنة. برضو بنفكركم بالأخبار اللي كانت معانا المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها، ان احنا ما زال عندنا باقي، كنا متبرعين بعدد 100 حالة، ان احنا هنعمل لهم حقن بالموجات الصوتية بسعر مخفض وليس مجانا تماما. انا متنازل عن اتعابي، ولكن سعر التكلفة كمان مخفض، فالسعر بيفرق كتير. الحقن بالموجات الصوتية بيبقى داعم وبيبقى مكمل للعلاج الدوائي اللي احنا بنكتبه في الروشتة، وبيخلينا نوصل لدرجات تحسن اعلى شوية. الخبر الكويس التاني ان الناس اللي عملوا تغيير لمفصل الركبة او بقى في مفصل صناعي في الركبة او في الفخذ، نقدر برضو ان احنا نعالج الالم الموجود فيه عن طريق التردد الحراري. لازم طبعا اشكر على مدار الشهر اللي فات جدا، انا كان لي احتكاك كتير بمرضى كتير من الدول العربية، لازم اشكرهم، لان احنا في هذا التواصل يعني مش بس احنا اللي بنقدم لهم خدمات، ولكن كان المرضى في غاية الأدب والأخلاق والذوق، وكانوا مرضى رائعين جدا. بنشكر طبعا الإخوة من الجزائر، بنشكر الإخوة من ليبيا وخاصة من سبها ومن بني غازي، الإخوة من السودان وخاصة الخرطوم، فلسطين الحبيبة وغزة رمز العزة والتواصل القوي ما بيننا وبين بعضنا، الإخوة في اليمن وفي صنعاء بالتحديد، والإخوة في مكة والمدينة المنورة الحبيبة وجدة. كل دول لازم ان احنا برضو يعني، لان احنا يعني فعلا فعلا الفرد العربي كلنا واحد، يعني احنا كلنا فعلا لما بنتعامل مع بعض بنحس ان احنا كلنا دم واحد، بس المهم العشرة تدوم بينا، نلاقي كلنا دم واحد وكلنا اخوات. وطبعا الإخوة والأهل في مصر وبالأخص أهل الصعيد، اللي أنا مصر إن الصعيد في مصر هو العمود الفقري لأي نظام سياسي، هو العمود الفقري وهو حامي حمى مصر. تحية كبيرة جدا لإخواننا في الصعيد، صعيد مصر بكله من أوله لآخره. معانا أول اتصال تليفوني. ألو. ألو. أيوة. أكلم الدكتور لو سمحت. أنا مع حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم. دكتور انا عندي ثلاث غضاريف اربعه، وما بقدرش اقف على رجلاوة ولا اقدرش اقف على طرافه الصوابع. انا شفت الحلقه اللي فاتت من سعادتك، قلت ممكن بعد سنه ونص ولا بتاع الغضروف ده بيتاكل وبيروح وتقدر تمشي. بس احنا ما قلناش كده، انا قلت الغضروف يتاكل ويبعد عن العصب، ده في حاله التهاب الاعصاب، لكن لو في ضعف في الرجلين ده ما بيحصلش. لو في ضعف في الرجلين لا، لازم حضرتك تتوجه، علشان الضعف هو الحالة الوحيدة اللي بتعمل فيها عملية، الضعف مش الألم. احنا بنعمل العكس، اللي عنده ضعف في رجله ما بيعملش عملية، واللي بيتألم يجري يعمل عملية. لا، اللي بيتألم اللي عنده تنميل او حرقان لا ما تعملش عملية، اصبر شوية والغضروف هيتاكل. لكن لو حضرتك ما بتقدرش تقف على اطراف الاصابع، فده معناه ان الغضروف او الغضاريف اللي عند حضرتك ضغط على النخاع الشوكي مش على الاعصاب، تمام؟ فلا، حضرتك تتوجه لجراح. انا صوابع الاثنين الكبار في رجلي. نعم يا فندم. انا صوابع الاثنين بتاع رجليا مالهم؟ بيعيشوا كده. لا انا بص، السؤال محدد، لو بتقدر تقف على اطراف الاصابع يبقى ما تعملش عمليه، لو ما بتقدرش لازم تتوجه تعمل جراحه، ولو سنه ونص يبقى انت متاخر شويه. ما انا 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 عمري 68 سنه وعمري عندي السكر، يبقى اعمل الجراحه ازاي بقى يا دكتور؟ لا، ما هو انت لازم تقيم الامور، مش مساله تعمل الجراحه ازاي، ما انت المهم تبقى عارف ان 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 الحقن والتردد الحراري ما ينفعوكش، يعني ده الاهم. لكن لو انت بتمشي وراضي بالوضع خلاص، فاحنا دلوقتي لازم الكلام يبقى محدد. انا بمشي بس بستند على واحد. خلاص، يبقى انت لو راضي بالوضع، او انت راضي بالوضع ده، استمر على كده، لان ما فيش حل الا الجراحه، تمام؟ والجراحة ممكن تبقى متأخرة. يا جماعة احنا هنخلي كلامنا محدد، لان احنا بنلعب بالالفاظ
والدكاترة بيلعبوا بالألفاظ وبناخد الكلام بنمسك العصاية من النص. احنا مش عايزين نمسك العصاية من النص لان في صحة البني ادمين مفيش الكلام ده. اللي عنده تنميل شكشكة حرقان عنده وجع شديد لكن بيقف على اطراف الاصابع ما يعملش جراحة. اللي ما بيقدرش يقف على اطراف الاصابع هو ده اللي هيعمل جراحة. معانا اتصال تليفوني. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا من سوهاج. بابا كشف عند الدكتور في القاهرة وقال له الدكتور عنده عرق النساء وعنده انزلاق غضروفي وقال له عندك اختناق في القناة العصبية في وقال له عندك عيب خلقي في القناة القطنية فهو قال له لازم عملية. لا بصي برضو زي ما احنا قلنا بيقدر يقف على اطراف الاصابع ويشب على رجله ولا لا؟ اه بيقدر يقف. يبقى اللي يقول له اختناق يقول له عيب خلقي يقول له اللي هو عايزه ده كده ما يعملش عمليه. اللي بيقدر يقف على اطراف الاصابع ويمشي خطوتين ويقف على كعوب رجليه يبقى ما يعملش جراحه. الالم والتهاب عرق النسب نقدر نعالجه عن طريق علاج التهاب الاعصاب، بنعالجه عن طريق الحقن بالموجات الصوتيه بماده الهياليز مش كورتيزون، بنعالجه عن طريق التردد الحراري، لو ينفع نشفط الغضروف بنشفطه لكن ما نعملش جراحه. تمام؟ اختناق بقى مش اختناق تزحق كل الدكتور قال له في الفقره الخامسه من الفقرات القطنيه مش موجوده. وليكن هو عايزها في ايه؟ مش بيمشي بقاله كام سنه؟ والدك عنده كام سنه؟ عنده 52 سنه. طب يعني بقاله 52 سنه ماشي وبيتحرك من غير الفقره اللي مش موجوده وايه يعني؟ وايه يعني؟ ما في ناس كلها احنا الفقرات القطنيه خمس فقرات، في ناس بتتولد عندها ست فقرات، في ناس بتتولد عندها اربع فقرات. مفيش أي مشكلة يا جماعة، ما ينفعش واحد يبقى عنده 52 سنة ونقول له أصل أنت عندك عيب خلقي من يوم ما اتولدت ما عندكش الفقرة الخامسة، طب ما مش عايزين الفقرة الخامسة، بناقص الفقرة الخامسة، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده؟ ما ممكن واحد يتخلق بست صوابع، هل أقول له لازم أقطع لك الصباع السادس؟ أو بأربع صوابع أقول له لازم أزرع لك صباع خامس؟ ما ينفعش نفكر بالطريقة دي عشان نخوف الناس. هو كده عندك اختناق وعندك التهاب وعندك يا راجل بشره، يعني أنت قول له هو العصب التهاب عرق النسا يعني العصب بتاع رجليه ملتهب، ملتهب عشان في غضروف لمس العصب وابتدى يضيق عليه في مكانه، الغضروف ده هيتفتفت بعد شويه. هنعالج العصب ازاي؟ هنعمل له حقن جذور الاعصاب، هنديله علاج التهاب اعصاب، هنديله لكن اقول له بقى كل المشاكل وعندك فقره ناقصه وايه يعني؟ وعندك كذا وعندك كذا ولازم تعمل عمليه، مش ممكن. فايه؟ واحده واحده، خلينا مع بعض، دلوقتي اللي عنده يقولوا له عندك اللي عندك. ما دام بتقدر تقف على اطراف الاصابع تمشي خطوتين ثلاثه، تقف على كعوب رجليك تمشي خطوتين ثلاثه يبقى ما تعملش عمليه. تمام؟ عندي وجع جامد يا دكتور برضو ما تعملش عمليه. عندي تنميل جامد ما تعملش عمليه، مش قادر اقف على طراطيف صوابعي من كتر الوجع برضو ما تعملش عمليه. تمام؟ اللي بنقول له يعمل عمليه اللي ماشي يزحف برجليه، يعني عنده سقوط في القدم. يعني مش قادر يقوم، مش رجليه بتوجعه، ده مش قادر يشب على طراطيف صوابعه، بنقول له اعمل عمليه بسرعه. وما ينفعش نعمل له حقن، وما ينفعش نعمل له تردد، وما نقولوش هنشفط لك الغضروف، كل ده ما ينفعش. تمام؟ يبقى احنا عندنا تقريبا 8% من الناس اللي عندهم غضروف بيبقى الغضروف ضاغط على النخاع الشوكي، عامل سقوط في القدم، ما نقدرش نشب على طراطيف صوابعنا يعمل عمليه. بتقدر تشب على طراطيف صوابعك حتى لو بألم رهيب، اوعى تعمل عمليه ونعمل حقن جذور الاعصاب وتردد حراري. معانا اتصال تليفوني ثاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مدام شيماء يا دكتور مع حضرتك. علي صوتك انا مش سامع. ايوه انا مدام شيماء يا دكتور مع حضرتك. اهلا وسهلا يا مدام شيماء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات. اه. وقلت لحضرتك ان رجلي اول حاجه يعني قدم رجلي بتوجعني وبيجيلي تنميل في رجلي بقالي سنه بالظبط. رجل واحده ولا الاثنين؟ لا الاثنين يا دكتور. اه. وبعدين الالم اللي فوق برضو فوق الحته اللي فوق الكعب على طول. عندك السكر؟ لا ما عنديش. اه انا اساسا يعني متجوزه وعندي ولد يا دكتور. ايوه وعندي وجع اسفل الظهر. ايوه وبيطلع برضه لفوق الوجع، يعني ساعات ظهري كله ببقى حاسه بيه الالم. طب قولي لي يعني الالم بيجي امتى ويروح امتى؟ بيجي لما تمشي بترتاحي بيروح؟ ما انا هقول لحضرتك اكتر حاجه لما بقف فتره. اه لما بقف فتره في المطبخ مثلا شويه، واكتر حاجه كمان لما ببقى صاحيه من النوم. طيب بصي حضرتك، لو انت لو الالم اللي في كفوف رجليكي دوت تمام، ممكن يكون جاي من ظهرك، لو في غضروف في الظهر ممكن يكون، يعني انا كده ما شخصتش لسه انا، لكن بقول لك الاحتمالات
او ديفرنشال دياجنوزس، ممكن يكون في التهاب في المفاصل الصغيره فيكون عندك سرعه الترسيب عاليه، ممكن يكون في شوكه عظميه موجوده في رجليكي. كان عندي سرعه الترسيب 3.2 اللي هي اليورك اسيد. مفيش 3.2 سرعه الترسيب، دي رقم اعلى من كده. 3.2 ممكن يكون اليورك اسيد مثلا. مش هو اليورك اسيد اللي هو سرعه الترسيب حاجه؟ لا لا، اليورك اسيد حاجه وسرعه الترسيب حاجه. أيوة ممكن ماشي. يكون التهاب في الاعصاب الطرفيه. تمام. يبقى انت عشان انا اشخص الكلام دوت بنعمل سرعه ترسيب نشوفها من المفاصل ولا لا، بنعمل رسم اعصاب عشان نشوفها من الاعصاب ولا مش من الاعصاب. تمام. وبتعملي اشاعه رنين على ظهرك، رنين مغناطيسي، عشان نشوف اذا كان ده برضو جاي من ظهرك ولا ده التهاب اعصاب من الاعصاب الطرفيه. طيب انا حضرتك ايدي كمان، يعني الحته اللي عند المعصم دي اللي بنلبس فيها الساعه، نعم، دي يعني ايدي الحته كمان اللي عند المعصم، ايديكي المكان اللي بنلبس فيه ساعة. طب انا هقول لك حاجة، انت اول حاجة تروحي تعملي سرعة ترسيب. ايوه. لو طلعت عالية ما تجيليش، انا مش التخصص اللي ينفعك، هتروحي لحد متخصص امراض روماتيزمية ومناعة، ما تروحيش لدكتور عظم وما تروحيش لدكتور زي علاج الم، هتروحي لحد امراض روماتيزمية ومناعة. ما انا ماشي يا دكتور، عايزه بس اقول لحضرتك حاجه كمان. أي. يعني انا عندي نسبه الالتهاب لما عملت تحاليل اللي هي الاس ار بي 6.6. ايوه، انت كل ده عملتيه وما عملتيش سرعه ترسيب سي ار بي دوت، يعني الحمى الروماتيزميه. طيب ممكن حضرتك تقول لي سرعه الترسيب دي ايه؟ اي اس ار اسمه ايه؟ سرعه ترسيب. روحي للمعمل قولي له عايز اعمل سرعه ترسيب. لو أيوة. طلعت عاليه يبقى ده التهاب في المفاصل عشان سرعه الترسيب. هتروحي لحد امراض روماتيزميه ومناعه، وما تعمليش بقى الاشعاعات اللي انا قلت لك عليها الثانيه دي. ماشي يا دكتور، اصلا انا رحت كذا دكتور وعملت اشعه، انا ما عنديش غضروف ولا عندي مشكله. طب خلاص، يبقى انا كلامي صح، يبقى انت فعلا الموضوع مش غضروف. ما انا اخر حاجه بقى اقول لحضرتك، معلش، اخر حاجه انا رحت الدكتوره قالت لي عندك التهاب في الاعصاب وباخد ادويه، ممكن اقول لحضرتك على اساميها؟ لا ما تقوليليش على اساميها، لان التهاب اعصاب عشان يجي لحد في سن حضرتك واضح انك مش كبيره في السن، يبقى يا اما عندك السكر. لا ولا وقعت حضرتك سالتني الاسبوع اللي فات. آه. ولا وقعت ولا حصل لي اي حاجه ده. بقول لحضرتك علشان اقول لك عندك التهاب اعصاب لازم اعمل لك رسم اعصاب. أيوة. عشان اقول لك عندك التهاب في المفاصل لازم اعمل لك سرعه ترسيب. سيبك من اي حد بيخمن، اي دكتور بيخمن كده وفاكر نفسه فاهم كل حاجه، ما احناش فاهمين كل حاجه زي ما الناس. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كمان تعبت لما خدت الادويه دي اكتر، زادت الالم لان التشخيص غلط. بصي، احنا عندنا في الوطن العربي كله مشكله ضخمه جدا في التشخيص، مشكله ضخمه. كل دكتور مهتم انه يتعلم يعمل عمليه او يتعلم يعمل حاجه تجيب له فلوس، لكن مش مهتم بقى يشخص مين المريض اللي محتاج انه يعمل له الحاجه دي. عندنا مشكلة ضخمة جدا 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 في الوطن العربي كله في مشكلة التشخيص، يعني الدكتور لو شخص صح حتى لو ما بيعرفش يعالج هيقولك روح للدكتور فلان يعالجك صح، لكن الدكاترة مهتمين يعالجوا ازاي من غير ما مهتمين يشخصوا ازاي. احنا عندنا مشكلة ضخمة في التشخيص جدا وفي استخدام الأشعاعات وفي استخدام الحاجات دي استخدام صحيح. معانا اتصال تليفوني. ألو، انقطع الاتصال التليفوني. طيب، يبقى احنا يا جماعة دلوقتي في كلمة يعني بره مصر بيقولوها دايما، بيقولوها بره في امريكا واوروبا كده في الكلية، يقولك ايه؟ انت مش هتقدر تعالج اللي انت ما شخصتوش. You should diagnose. لازم تشخص الاول بعدين تعالج، لكن لو انت شاطر قوي في كل انواع العلاج بتعمل كل العمليات اللي في الدنيا ومش عارف مين المريض اللي تعمل له دي، يبقى انت بهدلت المريض وضريته. معنا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الويز الزفر، انا عندي انزلاق قطني غضروفي متكرر. ايوه، الثالثه والرابعه والخامسه. علي صوتك يا فندم او كنترول، يعلمنا الصوت لو سمحت. الثالثه والرابعه والخامسه. امم. وبعدين فيه دي في الحمايه العصبيه. ايوه، وزحزحه في الفقره خفيفه في الفقره الثالثه. تمام. انا بقف على صابعي من ساعتها كنت عادل. بس خلاص، يبقى كل ده بيدينا زي الفل. مسكنات باسطات وحاجات زي كده مش نافعه بقى لها مده. لان المسكنات مش هتنفع. انت الالم عندك فين؟ قول لي اماكن اللي فيها الالم، في ظهرك بس ولا ظهرك ورجليك؟ لا، ظهري. انا لما بمشي دلوقتي حوالي 50 متر بقف واوطي، لازم اقف. ايوه، يعني اجباري ظهري يتني كده واقف مكاني. ورجليك تشد عليك ولا ظهرك بس؟ لا، ظهري وساعات رجلي الشمال. بس فالدكتور بيقول جراحه ينفع فيها التردد الحراري او العلاج اللي هو بسمعه من حضرتك. وينفع علاج بس، يعني الاول بس حضرتك نشوف ايه، ما دام بتقف على اطراف الاصابع وبتمشي خطوتين ثلاثه
وتقف على كعب رجليك وتمشي خطوتين ثلاثة، يبقى مش لازم تعمل عملية. لازم تعمل ايه؟ على مهلك بقى، تعال نشوف الإشاعة فيها ايه، ندي علاج الأول، ما ارتحناش نبقى نعمل حقن، ما ارتحناش نعمل تردد، نقول لك البس حزام لو في فقرة، نقول لك لا ما تلبسش حزام لو مش متزحزحة قوي، نقول لك حط قربة سخنة على ظهرك، نقول لك على مهلك. ما دام انت زحزحه خفيفه ده في تشخيص الاشعه، ما هو انا ما انت برضو بص، انت برضو الدكاتره مسيطرين عليك، انت بتفكر في الاشعه وانا بفكر فيك انت. انت ممكن تبقى الفقره متزحزحه جامد وانت كويس، وممكن تبقى متزحزحه حاجه صغيره وانت مش كويس. ما بقدرش امشي خالص. لا ما بتقدرش تمشي من الوجع ولا من سقوط الادم؟ لا يعني لا سقوط الادم لا، انا بمشي بقف على صوابعي. خلاص خلاص انا عمال اطمنك وانت بتخوف نفسك. طيب لا انا اجي امشي حوالي 50 متر ما يجراش حاجه. ما انت لما بتمشي 50 متر واقف، لما بتمشي 50 متر الغضاريف والفقره بتتحرك تلمس العصب توقفك، لازم تقعد ترتاح شويه عشان يرجعوا مكانهم. تمام كده. تقوم تمشي 50 متر يقوموا يتحركوا تاني. تمام. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نعالج العصب ونشوف طريقه ما نخليهمش يلمسوا العصب. فهمتني ازاي؟ فممكن يعني تكون الحاله العصبيه ممكن علاجها بدون جراحه. بدون جراحة وخلاص، انت المهم ده اللي يهمك. لا انت ما تعملش جراحة. تمام يا جماعة، احنا ممكن يبقى في واحد عنده غضروف صغير قد كده بس جاي على النخاع الشوكي، نقول له معلش عامل لك سقوط في رجلك اعمل جراحة. وممكن واحد يبقى عنده 500 حاجة في ظهره وظهره معوج وبيقف على طراطيف صابعه، نقول له ما تعملش جراحة. يمسكوا الاشعتين دول يقول لك يعني ده يعمل وده ما يعملش؟ ما هو احنا مش كل حاجة تؤخذ بالطريقة دي. اه طبعا، غضروف صغير لمس النخاع الشوكي عامل شلل، يبقى لازم حضرتك تعمل عملية رغم انه صغير، لكن فقرات متحركة وغضاريف و و و و بس مش لمسة النخاع الشوكي ولمسة الأعصاب عاملة وجع، يبقى ما تعملش جراحة. الحكم مش بالإشاعة، ما بنحكمش نعمل عملية ولا لا من الإشاعة، بنحكم عن طريق المريض. ما بنحكمش، المرة التانية بقولها تاني عمال أكرر، احنا مش بنقرر نعمل عملية ولا لا بالإشاعة، احنا بنقرر بالمريض. طب بنعمل إشاعة ليه؟ عشان نشوف هنعالج ايه. المريض من غير ما بيعمل إشاعة بقول له انت هتعمل عملية، اعمل بقى إشاعة عشان تشوف هتعمل عملية فين. التاني بقول له انت مش هتعمل عملية، اعمل بقى إشاعة عشان هنشوف هنحقنك فين، اعمل إشاعة نشوف هنعمل لك تردد فين، اعمل إشاعة عشان لما نعالج نعرف بنعالج ايه. يبقى احنا القرار بتاعنا بناخده بمجرد ما بنشوف المريض. يعني يقدر المريض وهو قاعد في البيت دلوقتي بدل ما يتكلف مشوار ويجي عندي العيادة عشان أقول له تعمل عملية ولا لا، لا السؤال بتاع تعمل عملية ولا ما تعملش عملية جاوبوا عليه وانتوا في البيت، مش محتاج تيجي لي العيادة عشان تعرف تعمل عملية ولا لا. أقف على طراطيف صوابعك، اللي بيسمعونا دلوقتي في التلفزيون أقف على طراطيف صوابعك، شب يعني، امشي 3-4 خطوات لو انت، وبعدين اقف على كعوب رجليك 3-4 خطوات. قدرت تعمل كده حتى لو بتتألم وقدرت تعمل كده يبقى مجي، يبقى انت زي الفل، تعالى نكشف عليك ونشوفك. لكن لو ما قدرتش تعمل كده يبقى لازم تعمل عملية. معانا اتصال تليفوني. الو استاذة ايناس. الو الو اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور محمد انا عندي والدتي عندها الفقره الاولى والثانيه فيها ألم شديد لما بتيجي تمشي. اه. ونازلة على يعني من عندي ظهرها كده لغاية الركبة بتاعتها. في الفخذ يعني. اه. اليمين ولا الشمال؟ لا هما الاثنين. الاثنين. وده غضروف قالوا لها ولا فقرة متزحزحة خفيف؟ ألو؟ ألو؟ أيوه يعني في ألم في ظهرها نازل على رجليها الاثنين مظبوط؟ اه. طيب. بتقف على طراطيف صوابعها ولا لا؟ لا مش نازل على طراطيف صوابعها. ما تقدرش تقف؟ لا بتمشي كويس وكل حاجه بس هو الالم بيبقى في ظهرها بس لما بتيجي تمشي. طب خلاص، لكن بتقف على طراطيف صوابعها يعني ما تعملش عمليه. انا انت ما بترديش عليا. اه. يعني بتشب على طراطيف صوابعها ولا لا؟ لا بتمشي كويس مش خلاص يبقى ما تعملش عمليه. لو في فقره متحركه هتلبس حزام. طب. حط لها قربه ميه سخنه على ظهرها في المكان اللي بيوجعها. لو الالم اللي بينزل على فخدها شديد هتديها علاج من علاجات التهاب الاعصاب. لو كل ده ما ريحهاش هنعمل لها حقن جذور الاعصاب. لو ده ما ريحهاش هنعمل لها تردد حراري. لو سنها كبير ما تعملهاش شفط الغضروف. انا عارف ان في موضه دلوقتي ان كل ما بيشوفوا عيان يقولوا له هنعمل لك شفط الغضروف، يقوم العيان يفرح قوي وينبسط قوي والدكتور برضه يفرح قوي والشركه اللي بتبيع الحاجات بتاعت الغضروف تفرح، كل الناس بتفرح بصراحه. ولكن اهم حاجه اختيار المريض اللي يتعمل له شفط الغضروف. مش كل مريض ينفع له شفط الغضروف لو سمحتوا.
معانا اتصال تليفوني اخر. الو الو. ايوه دكتور، معايا؟ معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا اتصلت بحضرتك قبل كده الحلقه اللي فاتت. ايوه. قلت لحضرتك ان ماما عندها غضروفين. ايوه. وقلت لي تاخد علاج للاعصاب. ودعيت لك تخش كليه الطب كمان، صح؟ نعم. ودعيت لك تخش كليه الطب وتبقي دكتوره. اه. فاكراها؟ طيب. اه. وبعدين؟ احنا اتصلنا بالعياده بتاعت حضرتك علشان نسالهم على اسم الدواء. دواء الاعصاب. قال لنا اسم الدواء. ايوه. ينفع اقول اسم الدواء؟ لا، ما ينفعش تقولي اسم الدواء، واحنا بنقول اسم الدواء في التليفون مجامله للناس عشان الناس ما يفكروناش عايزينهم يجوا العياده ويكشفوا، تمام؟ لكن الاصح ان المريض يكشف وبعدين ياخد الدواء، لكن ما تقوليش اسم الدواء. انت جبتي الدواء وبعدين؟ احنا ما جبناهوش، هم قالوا لنا ان الدواء موجود في صيدليه واحده بس في القاهره. طيب. يبقى الدواء دي لحضرتك. لا، ما تقولي لحضرتك العلاج اللي ما قدر الاعصاب. ايوه، انت عايزه تقولي لي ليه العلاج في التليفون؟ العلاج اللي احنا قلناه لك لو هو موجود في صيدليه في القاهره ممكن تبعتي حد يشتريه منها، لكن انت ليه عايزه تقولي لي العلاج في التليفون؟ لا، انا عايزه اقول لحضرتك يعني العلاج اللي ما بتقابل الاعصاب صح ولا غلط، يعني مش عارف. ايوه يعني. طيب، يعني طيب خليها قولي لي اسمه ايه. طيب، العلاج اللي ماما بتاخده ولا لا اللي انا اللي انا كاتبه انا عارفه. لا، العلاج اللي ماما بتاخده. العلاج اللي ماما بتاخده هو فلوتاك وامزين. لا، طب دي مسكنات، ده مش علاج. دي مسكنات يا حبيبتي. يبقى العلاج اللي احنا اللي انت خدتيه بالتليفون هاتيه. هو غلط ان حد ياخد علاج بالتليفون يا جماعه، هو غلط، لكن عشان ما حدش يفكر ان احنا عايزينه يجي العياده ويكشف فبنضطر نقول اسم العلاج وبجرعه مخففه يعني عشان ما يحصلش ضرر للمريض. لكن لا، العلاج اللي ماما بتاخده دوت مسكنات يا حبيبتي، ما هواش علاج خالص، فمش هيجيب نتيجه معاها، يعني مش علاج التهاب اعصاب. فتشوفي حد في القاهره ويجيب لك العلاج اللي احنا قلنا عليه، تمام؟ طيب، معانا اتصال تليفوني تاني. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت يا دكتور، والدي عنده 70 سنة وعنده 4 فقرات في ظهره. ايوه. عنده غضروف فما بيقدرش يقف على كتاف صوابعه. ايوه. عنده كام سنة؟ بيمسك حد بيسند على عكاز يعني. طيب، بقاله قد ايه ما بيقدرش يقف على كتاف صوابعه، وسنه كام سنة؟ بقاله 2 سنين وهو سنه 70 سنة. طيب بصي حضرتك، هو كون انه ما بيقدرش يقف على طراطيف صوابعه فده كان يستلزم جراحه من 2 سنين، لكن دلوقتي ما تعمليش جراحه لانه مش هيستفيد منها، تمام؟ لو في بقى اي تنميل او حرقان في رجله ممكن نعالج التهابات الاعصاب، لكن ان هو يعمل مثلا حاجه عشان يقدر يمشي اكتر فلا، ده مش هيتاتى، فهو يفضل يمشي بالعصايه يعني. هيفضل زي ما هو كده؟ اه. لو طب في حضرتك كنت بتقول سقوط في الظهر، ايه هو سقوط في الظهر؟ سقوط في القدم مش في الظهر يا فندم. ما هو اللي ما بيقدرش يشب على طراطيف صوابعه يبقى عنده سقوط في رجله. اللي ما بيقدرش يشب بيبقى عنده سقوط في رجله. ده بنسميه سقوط في القدم. لكن هيفضل كده، مش هينفع جراحه يعني وياخد حاجه مسكنات؟ لا، افهميني بس، افهميني، احنا عندنا حاجتين. الضعف اللي في رجله مش هيتحل مشكلته، لو في التهاب في رجله ووجع هو ده اللي احنا هنعالجه، لكن ما يمشيش على مسكنات. يعني لو في وجع في رجله هنعمل له، هنديله علاج التهاب الاعصاب علشان نعالج الوجع مش عشان يمشي على طراطيف صوابعه، هنعمل له حقن عشان نعالج الوجع مش عشان يمشي على طراطيف صوابعه، هنعمل له تردد عشان الوجع مش عشان يمشي. ما انا بفصل لك الحاجتين، بقول لك ايه اللي نقدر عليه وايه اللي ما نقدرش عليه. لكن لو ما فيش وجع خلاص، لو ما فيش وجع ما تجيش عندنا، يبقى انت مش محتاجه علاج الالم. لكن ما بياخد مسكنات ليه؟ اذا كنت بتقولي همشيه على مسكنات، طب تديله مسكنات ليه لو ما فيش وجع؟ لكن ما فيش امل ان المشي بتاعه يتحسن يعني؟ والله لا، خدي راي جراح يشوف لو عمل عمليه المشي هيتحسن ولا لا، لكن دي حالة كان المفروض يعمل عملية من 2 سنين. متشكرة. العفو يا فندم، العفو. معانا اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد لو سمحت، أنا بإيجاز بسيط عملت عملية في الفقرات العنقية من سنة ونص وعندي غضروف بسيط في القطنية، أجمعه أنه ما يتعملوش عملية. العملية بتاعت الفقرات العنقية حصل تكلسات، حصل شوية ندبات، عاملة ألم في الرجلين وعاملة سقوط في الرجلين. هل احنا نقدر ناخد بقى جزئية علاج الألم اللي موجودة جزء، عشان كل كلامك ان مفيش عملية تتعمل عند سقوط القدمين، وهل العلاج الطبيعي اللي يتعمل على القدمين كتقوية يقدر يجيب نتيجة وتحسن في المشي ولا؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجة، يعني انت نتيجة العملية بتاعت رقبتك حصل سقوط في القدم؟ لا، من قبل العملية كنت وقعت وكنت عملت العملية بعد كده. كويس، يعني حصل سقوط في القدم وانت عملت العملية وما حسنتش سقوط القدم، تمام؟ وما جابتش نتيجة. ما جابتش نتيجة. يبقى الحل دلوقتي هي العلاج الطبيعي والتقوية، هو ده الحل. لكن الجزء بتاع علاج الألم، انت عندك ألم في أي مكان؟ أنا عندي ألم طبعا في الظهر من ورا آخر عمود الفقر والحوض. وتنميل وألم في الفخذين والرجلين من ورا. طب ده من المنطقة القطنية، ده ملوش دعوة بالعملية. يعني العملية عملت، العملية اللي في رقبتك عملت سقوط في القدم، هيتعالج بالعلاج الطبيعي. الألم اللي في ظهرك نزل على الفخذين. نعم؟ أيوه نزل على الفخذين وعلى السماعة. أيوه الألم بقى اللي في ظهرك ونزل على الفخذين هو ده اللي هيتعالج عندنا. تمام؟ هو ده اللي احنا هنقدر نديك علاج التهاب الأعصاب. لو ما ارتحناش بنعمل حقن جذور الاعصاب، وحقن جذور الاعصاب بماده اسمها هياليز مش كورتيزون. تمام؟ ولو ما تحسناش بنعمل التردد الحراري. ده للمنطقه القطنيه، لكن مش هيحسن سقوط القدم. على المنطقه القطنيه كل اللي بتكلم فيه ده. على اساس اساس ايه؟ اتفضل. على اساس ان سيادتك الالام دي بتعوقني في الحركه وبتعوقني في عمل علاج طبيعي. بص يا فندم، المنطقة القطنية لو فيها حاجة ألم بينزل على الفخذين ده ملوش ما تعملوش علاج طبيعي. تمام؟ ده بنديله علاج يعني التهاب. الألم دي مش جاية من العنقية من فوق؟ لا لا لا، اللي جاي من العنقية من فوق هو سقوط القدم فقط. أيوه. اللي جاي من العنقية هو سقوط القدم. طيب. اللي جاي من القطنية هو الألم بتاع الفخذين. طيب والخدلان. طيب انا عامل سيادتك التحاليل اللازمه والاشعاعات كلها. أيوة. والاعصاب، رسم اعصاب، وان شاء الله اكون في تواصل مع سيادتك بالحاله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. مع الف سلام. الله يسلم حضرتك. الله يسلم حضرتك. كنا بصوا يا جماعه، علاج التهاب الاعصاب عشان المكالمه اللي جات لنا قبل دي، مش الكورتيزون ولا المسكنات ولا الفيتامينات. يعني انا لما حد بيقول للبنت يعني ربنا يحميها وبتقول لي هقول لك العلاج اللي ماما بتاخده، ما هو العلاج ده مش علاج، ده مسكن. يعني لما بقول هندي علاج التهاب الاعصاب يعني ما نديش مسكن، يعني ما نديش كورتيزون، يعني ما نديش فيتامينات. لما بنقول حقن جذور الاعصاب او حقن بالموجات الصوتيه يعني مش بماده الهياليز، ماده الهياليز دي مش كورتيزون. لما بنقول تردد حراري ده مش كورتيزون. تمام؟ معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا شيماء اللي لسه مكلمة حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. من فضلك أنا قلت لحضرتك إن الدكتورة قالت لي عندك التهاب أعصاب. أيوه. معلش كنت عايزة أقول لحضرتك بس آخر حاجة. اتفضلي. هي قالت لي علشان أنا عملت أشعات على الظهر، بس أشعات تلفزيونية. تلفزيونية؟ قالت لي إن التهاب الأعصاب باين. مفيش إشاعات تلفزيونية يا فندم على الظهر. اللي هي الاشاعات يا دكتور اللي هم الرنين يعني؟ اسمها ايه معلش؟ رنين؟ ايوه. لا مش مقطعيه اللي انا بقف وبياخدوا ال... ايوه مقطعيه. ايوه بالظبط. لا المقطعيه ما بتبقيش واقفه، بتبقي نايمه. لا انا ببقى واقفه وعملت اربع حركات يا دكتور. لا لا دي اشاعه ابيض واسود، دي اشاعه عاديه اكس راي، دي ما تعملش حاجه، دي أيوة ما تشخصش حاجه. انا بصت فيها قالت لي ان باين فيها الالتهاب. حرام عليها، الاشاعه دي ما يبانش فيها الا الفقرات، لا تبين اعصاب ولا تبين غضاريف ولا التهاب. نعم.
وقالت لي ان انا اعمل علاج طبيعي، والمفروض الجلسه بتاعتي بكره بتاعت العلاج الطبيعي. يعني التهابات في ايه؟ هي قالت لك في التهابات اعصاب باينه، الحاجه اللي ممكن يبان فيها التهابات في الاشعه دي يكون في التهابات في مفاصل الفقرات، ولو هي لقت التهابات في مفاصل الفقرات لازم تقول لك اعملي سرعه ترسيب. ما هو كل حاجه ليها حاجه. لا ما قالتليش بقى يا دكتور اعملي التهاب الاعصاب ما بيبانش في الاشعه. ايوه التهاب الاعصاب ما بيبانش في الاشعه. التهاب الاعصاب تروحي عند العصب في طراطيف صوابعك وتعملي رسم اعصاب يقولوا لك الاعصاب ملتهبه ولا لا، لكن مش الاعصاب دي اعمل لها اشعه بتبين الفقرات تمام، ولو انا لقيت الفقرات فيها التهاب يبقى لازم اعمل سرعه ترسيب اشوف الالتهابات جت منين قبل ما اكتب علاج وقبل ما اقول حاجه. هي ادتني زي ما بقول لحضرتك الدواء لالتهاب الاعصاب وبسط للعضلات ومسكن للالام. هي تخصصها ايه الدكتوره؟ تخصصها التهاب اعصاب وتيبس مفاصل يعني كذا حاجه. هو في حاجه كده يعني في دكتور تخصصه كذا حاجه؟ مش احنا في عصر دلوقتي كل واحد متخصص في حاجه قد كده؟ ايوه. طيب بصي حضرتك اعملي سرعه ترسيب لو سمحتي. أيوة لو طلعت عاليه روحي لدكتور تخصصه امراض روماتيزميه ومناعه، ولو انت ما تعرفيش دكتور روحي القصر العيني الفرنساوي الدور الاول. لو طلعت سرعه الترسيب بتاعت حضرتك عاليه اتكلمي في العياده عندي قولي لهم اديني اسم دكتور او دكتوره امراض روماتيزميه ومناعه، هنساعدك بكل الطرق اللي انت عايزاها. ماشي يا دكتور. اصلا معلش انا في مرسى مطروح فانا هاجي لحضرتك مخصوص. لا ما تجيليش، ما هو لو سرعه الترسيب عاليه ما تجيليش العياده. ماشي اوكي. وفري على نفسك المشوار بتاع مرسى مطروح وروحي للدكتور الصح. ايوه فهماني. انت اعملي سرعه الترسيب في مرسى مطروح، لو طلعت عاليه اتكلمي في العياده عندي يدوكي اسم الدكتور المتخصص في الامراض الروماتيزميه والمناعه، وتيجي من مرسى مطروح على الدكتور ما تجيليش انا. ماشي يا دكتور. ماشي يا فندم تحت امر. ربنا يخلي حضرتك انا متشكره جدا. العفو تحت امر تحت امر. طيب عشان برضو ما نتلخبطش يا جماعه، احنا طالبين منها سرعه ترسيب، لكن احنا المرضى اللي بيبقوا جايين عندنا العياده بنبقى عايزينهم يعملوا لنا تحاليل السيوله سواء هنعمل حقن في الركبتين او في الظهر. بالنسبه للركبتين طبعا الناس اللي عملوا جراحه الغضروف، الغضروف ليه بيرجع؟ ليه احنا خايفين من جراحه الغضروف؟ ليه بنقول اللي هيجي له سقوط في القدم بس يعمل جراحه الغضروف يا جماعه؟ وهيجي له مشاكل؟ اه هيجي له مشاكل بس هيبقى بيمشي. لان احنا بنخاف بس لا هو يبقى فيه سقوط في القدم. طيب اللي عمل جراحه الغضروف عشان كان عنده وجع، ما هي جراحه الغضروف في بعديها وجع. جراحه الغضروف في بعديها وجع، لازم يبقى في بعديها وجع. فمش معقوله يكون رجليك بتوجعك ولا بتنمل تقوم انت تعمل العمليه تقوم يزيد عليك الوجع. عشان كده احنا بنأخر عمليه الغضروف دي لاخر دقيقه، تمام؟ اللي عنده ضعف بس اللي بنسرع له عمليه الغضروف. ايه الاسباب اللي بتخلي الالم يرجع بعد جراحه الغضروف؟ السبب ان الغضروف اللي طلع لمس عصب الرجل لو انت شلته يرجع تاني، يبقى اسمه غضروف مرتجع. ادي اول حاجه، غضروف مرتجع. طيب الغضروف ممكن علشان مكان العملية فيه يعني تقطيع وحاجات لازم يلحم زي أي جرح بيلحم، فبيلحم بحاجة اسمها التليفات والالتصاقات. التليفات والالتصاقات دي ممكن تكتر قوي 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 فتلمس الأعصاب أكتر فيرجع الألم أكتر. ممكن يحصل تزحزح فقاري يحتاج المريض للشرايح والمسامير. يبقى ثلاث حاجات، يا إما غضروف مرتجع، يا تليفات والتصاقات، يا تزحزح فقاري وشرايح ومسامير. معانا التليفون. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. الو الو الدكتور قال له في الفقره الخامسه في القطنيه مش موجوده. طيب يا فندم. هو دلوقتي هو مدى البابا علاج، فانا كنت عايزه استفسر من حضرتك اذا كان يكمل في العلاج ولا يكشف تاني عند دكتور تاني. يعني العلاج ايه؟ العلاج فيه التهاب اعصاب وفي حاجات للظهر ولا مفيش التهاب اعصاب؟ علاج يعني العلاج اللي هو بياخده مسكن. طب ممكن اقول لحضرتك اسم العلاج؟ ولو ان كده غلط بس قولي. معلش. طيب هو اسمه نيورو بيورون. ده فيتامين. وحاجه اسمها ابيمول. ده مسكن. اريثريكس. ايوه. وبرجدين ابيكس. ماشي. وحقن اسمها سيريبريوليسين. سيريبرو لايسن. لا بصي البريكدين بس هو اللي كويس، هو ده علاج التهاب الاعصاب، الباقي كله ملوش لازمه.
تمام، يبقى هو الدواء ده بس اللي ليه لازمه والباقي ملوش لازمه. معانا اتصال تليفوني من سوهاج. الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ انا معك محمد من سوهاج. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. الله يبارك فيك. معايا رجلي فيها الم يتنقل في الفخذين تحت الركبه في الاطراف يعني. ايوه. وفي ايديا برضه لغايه الكوع. انت عندك وانا رحت كشفت واداني حقن كورتيزون كل شهر واداني حقن للروماتيزم كل 21 يوم واداني حقنه كل اسبوع. طب هو شخص عندك ايه؟ يعني هو الاول يقول لك انت عندك كذا ولا هو اداك علاج من غير تشخيص؟ الكشف لم يشخص المرض ولكن حولني عملت شويه تحليلات سرعه ترسيب وصوره دم وبعدين. طيب سرعه الترسيب عاليه؟ 200 200 سرعه الترسيب؟ نعم. يبقى حضرتك تسيب الدكتور ده خالص. أيوة. وتروح لدكتور متخصص في الامراض الروماتيزميه والمناعه. اه يبقى حضرتك يعني سرعه الترسيب عاليه كده يا دكتور؟ اه عاليه جدا لان هي المفروض لغايه 40. انت عندك 200. انت نعم. انت كمان لازم تعمل تحاليل الروماتويد وتعمل تحاليل الحمى الروماتيزميه وتعمل نعم. تحاليل الميكروب السبحي. بس ما تعملش حاجه، روح للدكتور المتخصص يعمل الكلام ده اللي هو الروماتيزم و بص بقى، ما تروحش لحد نعم. عظام وروماتيزم نعم. ما تروحش لاي حد كاتب كلمه روماتيزم، بس في دكاتره متخصصه نعم. في الروماتيزم والمناعه. الروماتيزم والمناعة. ايوه الروماتيزم والمناعه، ما يبقاش مكتوب على اليافطه حاجه تانية. نعم نعم. روماتيزم ومناعه بس عشان يعني اي حد. طب العلاج كده ما الكورتيزون ده ما كتبوش يعني؟ ما هو انت دلوقتي انت بتاخد مسكنات وكورتيزون بس. كورتيزون. كويس. نعم. لا انت محتاج حد من يعني حد متخصص. هو الدكتور ده متخصص في ايه؟ والله لو هو متخصص في المناعه والروماتيزم خد العلاج. لا متخصص عمود فقري. ما انا رحت اساسا كان العلاج كان الم اسفل الظهر وبعدين راح رجليا. لا لا انا رحت وكشفت عنده واداني عملت شويه تحليلات واداني العلاج اللي اقول لك على حضرتك. لا لا لا، يبقى حضرتك هتروح لحد متخصص في امراض الروماتيزم والمناعه. وممكن حضرتك يتكلم العيادة أو تروح القصر العيني الفرنساوي في الدور الأول في القصر العيني الفرنساوي في عيادة الروماتيزم والمناعة. طيب بالنسبة للركبتين بقى، بالنسبة للركبتين برضو احنا ما زالت مشكلة الركبتين يعني متصلة اتصال فظيع جدا في جميع أنحاء الوطن العربي، إن الناس اللي ركبها بتوجعها بتروح للدكاترة يقولوا لها عندكم خشونة. كل ما حد ركبته توجعه يروح للدكتور يقول له عندك خشونة ويديله مسكن. يفضل ركبته بتوجعه، يفضل يروح لدكتور، يفضل الدكتور يديله مسكن، تفضل الركبه تتهري، يفضل الوجع موجود، يفضل ياخد مسكن، وكل ده ما عملش اشاعه في يوم من الايام، او لو عمل اشاعه عمل اشاعه ابيض واسود، وبعدين يجي المريض بعد 10 سنين ولا 20 سنه نعمل له اشاعه نكتشف ان الغضروف اتاكل والركبه اتاكلت، وفي ناس بنلاقي فتافيت عظم جوه الركبه، تمام؟ ليه؟ لأنه عمال ياخد مسكن ويدمر الركبة بتاعته. المسكن مش بس بيتعب المعدة، المسكن مش بس بيجيب فشل كلوي، لا ده المسكن بيخليك تقدر تقف وانت مش المفروض تقف، بيخليك تقدر تمشي وانت مش المفروض تمشي، بيخليك تقدر ان انت تهد الدنيا وانت مش المفروض تهد الدنيا. فالمسكن الألم لما بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى بيجي للحماية. فانت لما تلاقي حاجة في جسمك بتوجعك اريحها، تمام؟ يوم واتنين، ما قلناش نروح للدكتور على طول، يوم واتنين ادفيها ادلكها، فضلت بتوجع اروح للدكتور. لما اروح للدكتور وهي بتوجع ويقول لك ده شوية مش عارف ايه 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 كده، ما تصدقوش، لازم يعمل اشاعة عشان يشوف ايه اللي عامل المشكلة دي. في حاجات بتتشخص من غير اشاعات زي الصداع النصفي لما بنحكيه، هو ده التشخيص بتاعنا. في حاجات بتتشخص من غير اشاعات زي التليف العضلي، الناس اللي عندها الم في جسمها كله مع اكتئاب وصداع ومخنوق وقولون عصبي وبنتخانق مع الناس، ده اسمه مرض التليف العضلي. ده بيتشخص بان احنا بندوس على نقط معينه في الجسم، ما هوش محتاج اشاعات، لكن بقيه الحاجات محتاجه اشاعات. معانا اتصال تليفوني. الو. الو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسماعيل من الوادي الجديد. اهلا يا استاذ اسماعيل، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، بارك الله فيك. اخبار الوادي الجديد ايه؟ والله تمام يا دكتور. انتوا قاعدين مريحين دماغكم كده بعيد عن الوش اللي عندنا ده. بعيد عن الزحمه. اتفضل يا حبيبي. الله يكرمك يا دكتور.
الحقيقه حضرتك انا ظهري واجعني الم بسيط، وبعدين الموضوع اللي جاء في رجليا يعني. معلش علي صوتك شويه يا استاذ اسماعيل. عندي الم في رجليا الاثنين، عباره عن يعني حاسس ان هو زي شخشيك كده، او في كفوف رجليك يعني، ولا في الصوابع، ولا فين؟ السمنتين وساعات الفخدين واسفل المشط تحت. طيب والالم ده زي شد عضلي كده، ولا زي سيخ نار كده؟ الالم حضرتك زي يعني مش يعني مش تنميل، شد عضلي. ممكن شد عضلي. ممكن شد. بيصحيك من النوم ولا مش جامد للدرجات؟ لا ما يصحنيش من النوم. لا. طيب هو ده التهاب في الاعصاب اللي في رجليك جاي من ظهرك. لكن واضح انه التهاب بسيط مش كده؟ انا فعلا حضرتك عملت تردد حراري اول امبارح في اسيوط. انت عملت تردد حراري؟ عملت تردد حراري في اسيوط اول امبارح. في اسيوط؟ في اسيوط. مفيش تردد حراري في اسيوط؟ في المستشفى بتاعت القصر. بتاعت ايه؟ في مستشفى القصر عند الدكتور عبد الرحيم العوامي تقريبا. في اسيوط تردد حراري؟ عملته اول امبارح. ايوه يعني في جهاز اشاعه وبيحط ابره زي اللي انت شفت الافلام بتاعتنا؟ اللي هو يدخل كهرباء تقريبا، سنسور او حاجه زي كده يعني، شوف الكهرباء يعني. في للعصب؟ عملته للعصب. هو قال لي حضرتك ان المفصلين، العصب بتاع المفصلين. ولا علاج طبيعي قصدك؟ انا عملت علاج طبيعي برضه يا دكتور. لا يعني اصل انا ما عنديش اخبار ان في تردد حراري في اسيوط. هو اللي عمله دكتور تخصصه ايه؟ يعني جراح مخ واعصاب، ولا عمله دكتور علاج الم؟ الم؟ لا دكتور علاج الم. طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحيم العوامي. اسمه ايه؟ عبد الرحيم العوامي. انا ما اعرفش بصراحه، اصل احنا عددنا في مصر قليل. والمفروض ان احنا عارفين بعض، لكن يمكن نكون الغلط عندنا احنا. المهم حضرتك عملت التردد الحراري وبعدين؟ المهم ان يعني النهارده بدات احس ان الالم برضو يعني بدا يرجع تاني زي ما هو يعني. بدا ما هو انا مش عارف بصراحه، انت عارف انا لو انا متاكد ان هو تردد حراري انا كنت هقول لك على طول والله يعني، بس انا مش عارف يعني، انا مش عارف ان، لان معروف مين الناس اللي بتعمل تردد حراري، فما فيش حد في الصعيد للاسف يعني. فانا الالم رجع تاني او ما رجعش تاني، انت بص، انت لو هو تردد حراري بجد ما تحكمش قبل شهر. لو تردد حراري ما تحكمش قبل شهر، تمام؟ بعد شهر تقدر تحكم اذا كان نجح او ما نجحش. بس يعني انا مش هقول حاجه تانيه، لكن استنى شهر يا استاذ اسماعيل، استنى شهر وما تقلقش خالص. والمفروض ان بعد التردد الحراري في علاج احنا بنكتبه، انا مفترض انه تردد حراري بصراحه. ففي علاج احنا بنكتبه لازم تاخده لمده شهر بعد التردد الحراري. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور محمد. ايوه يا فندم، مع حضرتك. من فضلك، انا كان عندي الام من حوالي 8 سنين كده. ايوه. ورحت لدكتور عظام وقال لي هعمل لك تسليك اعصاب. كان الوجع فين؟ كان اسفل الركبه الشمال. اسفل الركبه الشمال. وانت عندك كام سنه؟ عندي 44 حاليا. طيب وتسليك اعصاب ليه؟ ايه اللي زنق العصب في حته زي كده؟ هو قال لي، هو شخص لي وقتها من حوالي 8 سنين ان هو تسليك اعصاب. فعمل لي جراحه حضرتك، والالم رجع تاني من حوالي 6 شهور. طيب يعني بس هو ما اصل الحته دي مش مكان من اللي بيتخنق فيه الاعصاب. هو انا اللي فهمته من كلام حضرتك ان ممكن التليف ويعني التصاقات، فانا عايز اجي لحضرتك تشوفني مشكورا يعني. تليف والتصاقات في يعني، هو العصب تحت الركبه مش كده؟ اسفل الركبه الشمال حضرتك. انا بمشي طبيعي زي ما سمعت من كلام حضرتك، وبقف على رجلي طبيعي. بس حضرتك حرقان ونشف كده، نقح ونشف رهيب. خدت مسكنات كتيره يا دكتور محمد. لا ما هو ده التهاب عصب ده، ما دام في نشر ونقح وكده يبقى ده التهاب في العصب، فقد يكون في تليفات. طب انت حد شخص لك ان في تليفات حوالين العصب جت من الجراحه ولا لا؟ لا ما حدش قال. انا خدت مسكنات، انا بقى لي حوالي 9 شهور سنه في المرحله دي، خدت مسكنات قويه جدا وابر صينيه، ويعني انا خدت شويه اكتر قوي وتعبان يا دكتور محمد والله يعني. فاهم كلام حضرتك، ممكن حضرتك تريحني يعني ان شاء الله. طب ان شاء الله، تحت امر حضرتك، اتصل بالعياده وتحت امرك يعني، وربنا يقدم يعني اطمن خير يعني ان شاء الله يا دكتور. اصل في الاخر ده التهاب اعصاب يعني، وهيجرى ايه يعني؟ ما تقلقش يعني التهاب الاعصاب. هو انت عمرك سمعت حد مات من التهاب الاعصاب يعني؟ لا ما حدش بيجرى. هي مسببه لي ارق وتعب حرقان ونشف. لا خد بالك بقى ان القلق والارق بيزود الالم.
يعني انت لو عندك التهاب اعصاب على خفيف كده حاجة بربع جنيه، لو انت قلقان الالتهاب انت تحس انه شديد جدا، فانت خد بالك من القصة دي، ما تخليش الالم. يا جماعة احنا معظم الالم اللي عندنا سواء في التليف العضلي سواء في الانزلاق الغضروفي سواء في حتى في الركبتين التهاب الاعصاب، لما المريض بيبقى قلقان على نفسه الالم بيولع، بيبقى ألم بسيط ويروح للدكاترة. حتى كتير قوي ناس لسه أنا برضو شايف كم مريض الأسبوع اللي فات أبص في الإشاعة ممتاز، بس هو قلقان على نفسه فحاسس إن الوجع أضعاف مضاعفة، يعني هو كان غضروف بسيط جدا، فبناخد وقت عشان نقنعه بقى، يا سيدي أنت كويس، لا مش هنعمل لك حقن، يقول لك طب اعمل لي حقن يا دكتور، يا سيدي خسارة والله الموضوع مش مستاهل حقن. فناخد بالنا إن إحنا لو وقعنا في الفخ بتاع الاكتئاب او الفخ بتاع القلق يزود لنا الوجع، فنبتدي نلف حوالين نفسنا. ازاي بقى؟ يجي لنا وجع قليل احنا نقلق، يقوم الوجع يزيد، يقوم القلق يزيد، يقوم لما القلق يزيد الوجع يزيد، يقوم القلق يزيد اكتر، لا يبقى عندنا مصيبه، حاجه وحشه جدا، يقوم القلق يزيد، يقوم الوجع يزيد، نقعد نلف اسمها فيشس سيركل او ايه، دايره مفرغه لازم نقطعها، لدرجة ان الناس بيبقى عندها ألم تديله دواء ضد القلق يخف الألم، يبقى بنعرف ان هو ما كانش عنده ألم، بس ألم خفيف، يعني ألم خفيف. معانا اخر اتصال النهاردة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. انا كان حضرتك عندي غضروف من حوالي سنة فاتت، ايوه، فكان دخلت على العصب، ايوه، فربنا كرمني خدت علاج وكده وشافي هو ربنا سبحانه وتعالى، فربنا كرمني حوالي سنة كويس الحمد لله، فمفيش اي مشكله. رد عليا في نفس المعيادي بألم تاني وضغط لي على عصب رجليا جامد. انت عارف ان الغضروف لما بيخف ما بيرجعش تاني الا بفعل فاعل، يعني الغضروف بتاعك ربنا كرمك وضمر، انت بقى عملت ايه ولا شلت ايه عشان يرجع تاني؟ هو مش هيرجع في معاده، انت اللي هترجعه. والله يا دكتور انا شغلي اعمال حره، انا راجل صاحب محل ملابس، فما عنديش اي مجهود جامد ان انا بشيل جامد وكده، ولا بس التوطيق. ممكن شغلي امشي كتير، يعني امشي، وبعدين شغلي مش كل يوم، انا يوم في الاسبوع يومين بالكتير، بضغط نفسي في رمضان بس. ما انا بقول لحضرتك الغضروف ما دام كش او خف ما بيرجعش ما بيزيدش تاني الا لو المريض عمل حاجه تزوده، فلازم انت تحدد. انت ممكن من وجهه نظرك تكون ما بتعملش حاجه معينه، لكن لا اكيد في حاجه معينه بتزود الالم دوت او رجعت الغضروف تاني. هنلخص الكلام اللي احنا قلناه، اللي يعمل جراحه الغضروف هو اللي عنده سقوط في القدم، اللي ما عندوش سقوط في القدم ما يعملش جراحه الغضروف، اللي عنده سقوط في القدم يجرب نفسه في البيت يقف على طراطيف صوابعه، لو ما قدرش يقف يبقى او رجليه بتزحف يعمل جراحه، لو بيقدر يقف على طراطيف صوابعه حتى بألم ما بيعملش عمليه. بنديله علاج التهاب الاعصاب، مش مسكنات، مش كورتيزون، مش فيتامينات. لو ما ارتحناش بنعمل له حقن جذور الاعصاب، والحقن ده بماده الهياليز اللي مش كورتيزون، مش حقنه كورتيزون سيئه السمعه. ما ارتحش بنعمل له تردد حراري او موجات تردديه، بنعمل شفط الغضروف للمريض بس اللي ينفع له شفط الغضروف، مش عمال على بطال. الناس اللي عملت جراحه انزلاق غضروفي ورجع لها الغضروف، حصل تليفات والتصاقات او اتزحزحت الفقرات وعملت شرايح ومسامير ورجع الألم تاني، بنقدر نحن نعالجهم عن طريق الحقن بالقسطرة. الناس اللي ليهم جراحة تغيير مفصل ركبة أو عندهم خشونة شديدة في الركبة أو في تآكل في مفصل الركبة وبيقولوا لهم لازم نغير مفصل الركبة، لأ، قبليها ممكن نعمل حقن المادة اللزجة، ممكن نعمل التردد الحراري. حتى اللي عمل تغيير مفصل الركبة وفشل او رجع الالم تاني ممكن نعمل له التردد الحراري. واتكلمنا برضو عن التليف العضلي، مر الوقت بينا بسرعه، ودايما نلقاكم كل يوم جمعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والى الجمعه القادمه ان شاء الله.